السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن ترتيب البيوت هاوس فليبر. مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي دهنا البيت وبعد ما اشترينا طبعا دهنا وظبطناها، هلا راح نبلش اليوم بالحديقة إن شاء الله نظبطها ونهندسها ونرتبها بشكل جميل جدا، وبعدين نعرضه على البيع وراح نشوف أفضل سعر نحصله حتى ننتقل إن شاء الله للبيت الثاني راح ناخذه بعده، وحشوف وين راح يكون البيت راح نحط عندنا نشتري. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. لاستيكو طبعا امبارحه بالحديقه، طبعا هذا السيراميك اللي انتم شايفينهم بالارض هو اللي هذا اللي انتم قلتوا لي انه المطبخ لونه مو حلو، عفوا الحمام لونه مو حلو، هي غيرنا لكم اياه سوينا لكم لونه ازرق، ان شاء الله يكون هيك حلو وينال اعجابكم، يعني ما بعرف قلتوا مو عجبكم، هو مو عاجبكم وانا كمان ما كان عاجبني، بس ما كنت بدي، ما كان عندي مهاره انه اسرمك الحيطان، وكنت بعرف انه يتسرمك، كنت فكره دهن تدهين، عم طلع في مهارة السرمكة وانها شغلات. المهم هيا نبلش هلا من برا ونبلش نشتغل. انا نسكر هاي، نسكر الغرفة هاي، نطلع برا. هلا بالبداية اول شي بدنا نشيل هدول الشجر الموجود، انا امبارحة قصقصتهم لما ما خلصت الفيديو، نتركهم عشان تعرفوا ايش عم بصير برا. طبعا مثل ما يقول حلقنا الارض، خلينا ناخذ حلقة الارض، نظفتها كلها من العشب الزيادة، وهلا رح نبلش تخطيط ايش بدنا نحط. انا هي هيك عملت تركتها مشان ايش افرجيكم شلون القصقصة، يعني تخيلوا شو تطول ما يطلع سجارة. بداية طبعا نحن بعد ما نظفنا الحديقة وشلنا الشجر اللي حكيت لكم عليه وشفتوا كلياته وشلناه، هلا نحن نبلش نصمم شلون هو أفضل شكل لترتيب الحديقة. تمام، راح نحط أول شي هون مسبح، تمام، وراح نعمل هذا الجزء خاص للأطفال إنهم يلعبوا فيه وكذا، وهون بنسويه يعني نحاول هذا الجزء كله نسويه للأطفال. هون بهي الدائرة طبعا بهذا المربع راح نعمل فيه مثل هيك شي تنبرك فيه العيلة، شي مثل تكون اورجا، ونحط شغلات هيك بيانو، ونحط شغلات هيك حلوه جدا تكون مع شمسيه تكون جدا خرافيه. وهون راح نحط عليها نكملها هون مثل تصير حفله شواء هي المنطقه كلها هي الكبيره. طبعا اتوقع حديقه الاطفال راح تكون جدا كبيره، فراح نسوي هذا الجزء هيك، شوفوا من هون هيك للاخير للمسبح، وهذا الجزء هذا ظل هذا الربع راح نسويها للاطفال، وراح نحط هون هذا كلياته هيك لحفلة او مثل ستاند لحفلة، يعني يكون هون بالظهر هيك الادوات الموسيقية تكون موجودة او شيء يعني مهيأ لانه يكون فيه ادوات موسيقية ومعضيله الناس تبرك وحفلة شوا راح تصير قدامه. تمام، هلا نبلش نشتغل. طبعا هون في شوية عشب طالع بس ما هو مشكلة، بنروح الشوب. اول شيء ايش بدنا نشوف عندنا؟ عندنا عدة اشكال ممكن نحطها، بس اول شيء خلينا احنا نروح على المي، هي اهم شيء جميل جدا، بس انا بشوف هي افضل لانه نحط اورج وما اورج، فخلينا نشوف مساحتها بالاول صغيرة. والله إذا حطينا اثنين تطلع فخامة. تمام، هاي أول جزء عملناه هون. هلا بدنا نحط المسبح، ما أنا أشوف تسعة وحدة ثالثة. هون إيش بدنا نحط؟ هون البركة. هلا في عنا كثير أنواع من البرك موجودة كلهم نفس السعر ونفس التصميم ونفس كل شيء، فأنا ناخذ شيء سادة يكون. هلا هون نحط نحط كراسي. أوكي يعني بد. تمام، نحط شو الشغلات يعني نحطها معها. طبعا ما في هيك شيء للزاوية. تمام، انا صارت صغيرة ما مبينة كثير، بس يعني اتس اوكي يعني صاروا مقابل بعض. تمام، حاليا صارت قلنا مرة بيش ينتظر يعني 10 10 بالعربي يعني. حلو، هلا هون بركي حطينا. تمام، هون حطينا زخرفة، ممكن نحط اثار حجرية بس يعني مكتفي بالفيل. حطيناه بيوت للكلب، ما لنا بحاجة، ما بحب الكلاب ذاتا واساسا، ما بحب الكلاب لا من قريب ولا من بعيد. 2000 years later. انا بعتذر على تسريع الفيديو بهذا الشكل الكبير، بس لانه بجد كنت ما كنت متوقع انه اختيار الاشياء راح تكون ياخذ معي كثير وقت من هذا الكبير، وساعه كامله وتقريبا كان المونتاج كثير صعب، ولانه الفيديو كثير كثير فيه تفاصيل كثيره فما راح تفهموا منه شيء ابدا، فحبيت انه اجازلكم منه بشكل جدا سريع
وفرجيكم بالنهاية شنو صار التصوير النهائي للمشروع. وبعرف انه الفيديو صار شوي قصير، بس يعني ما بدخلكم بالتفاصيل، ما اظن حتشوف تهتموا انتم التفاصيل شنو تركب المرجوحة وكذا. وبالنهاية مثل ما كل شيء راح تشوفوا راح احكي جملة جدا مهمة عشان تشاركونا رايكم وتعليقاتكم، اذا في شيء تعديلات راح نعملها وراح افرجيكم بالشكل النهائي للحديقة بشكلها الاخير والنهائي. وبس انا بهذا القدر اليوم صار لي جدا كثير سجلت، فرح اكتفي لهذا القدر. فرح اسوي لكم اليوم هلا بسرعه هيك دوره سريعه عشان تشوفوا انتم ايش فيها الحديقه، اذا شفتوا شيء بدها تعديل برايكم، لان لسه ما خلصت ما راح اعرضها اليوم للبيع، في كثير شغلات حاسه ناقصه وصار كثير طويل الفيديو، فرح اختصره اليوم. بكره ان شاء الله او بعد بكره انتم بس تعلقوا لي على الفيديو تشوفوا لي ايش التعديلات اللي لازم نعملها، تكتبوا لي هنعدلها وبعدين نعرض البيت للبيع. طيب هلا قصدي يعني نسوي لفت ليه، هي مثل ما كنتم شايفين طورت البرياتو، في عنا فيشه، عنا في هاي الاورج هون، طبعا الاورج البيانو بده كرسي، وهون عملنا مثل حفله شواء، هي كرسي شواء. طبعا هدول الشجرات رح ازرعهم هلا بعد يعني بعد خلص تسجيل وقف تسجيل الفيديو. هون عملتها مثل غرفه بركه للعيله كلها على الشارع، يعني بتكون جميله جدا جميله. هون مثل كراسي العاب حديقه، ممكن احط بيناتهم سياج بينه وبين العاب الاولاد عشان ما واحد يجي يركض على هدول الاجهزه، يعني يكون عم يتحرك الشخص عليهم بسرعه. ممكن افكر بهالموضوع هذا. هون عملنا قسم للاطفال، هون قسم مثل انه العيله تكون باركه او شخص يكون عم يسبح هون وبيرد يرجع. طبعا ما راح ابي مي، وطبعا هون تركنا كراسي، هون في عندك انت كرسي تسحبه من تحتك تقدر تتمدد عليه، وبنفس الوقت اللي يتسكر تترك عليه كرسي عادي. يعني بصير بهذا الشكل وبصير بهذاك الشكل. في عندي انا حطيت هذا الكرسي هون وهون، نرجع مثل ما كنا، وهذا القدر بس. راح نكتفي هون ونشوفكم ان شاء الله على الخير وعلى البركه الفيديو الجاي. ولا تنسوا اهم شيء تحط لي لايك والتعليق وتعطيني رايك شو لازم نعمل وشو قد انت تتوقع سعر البيت راح يكون. انا اشتريته تقريبا ب 30,000، شو قد انت متوقع بعد تعديلات العالمية عليه والصرف اللي حطيته عليه؟ تقريبا حطيت عليه 13,000 دولار. شو تتوقع ممكن انه نحصل عليه سعر؟ شاركونا بالتعليقات وبرايكم اهم شيء، هذا الشيء جدا يهمني يحفزني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.